تعالوا نتكلم في الانتجريشن او في التكامل حاجة. طبعا بتاعتها والديفين دي حاجات عارفها مفيش كلام. الابليكيشن احنا دايما تركيز الابليكيشن بتاع البيور ماس. هنا مدي لك المارجنال وطالب الكوست. ايوه integration وطبعا السي كوست. هنا برضو مدي لك المارجنال ريفينيو وطالب الريفينيو، يبقى نعمل لها برضو integration مفيش كلام ده كله. وبرضو المارجنال بروفيت وعاوز البروفيت طبعا مفيش كلام. ثم بقى طبعا الابليكيشن على الديفينيت او ديفاين المحدود كلام مطلوب طبعا المسألتين دول. وهنا بنطلب الحاجتين